احتفلت مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في ساحة كنيسة المهد بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من المطارنة والآباء الكهنة ولفيف من الشخصيات الدينية والرسمية وحشود غفيرة من المحتفلين وأبناء الرعاية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي. رسالة الميلاد التي تجلت في سماء بيت لحم، وقفت المدينة وكنيستها وأهلها صامدين شامخين يواجهون الجائحة بصلابة ويذكرون العالم بالبشرى التي أعلانها الملائكة وبنجمة بيت لحم التي قادت المجوس إلى مغارتها حيث كان الطفل يسوع. من هنا ومن هذا المكان المقدس سينبثق ميلاد ملك المجد من مهد رسول المحبة والسلام، يستعد العالم باستقبال طفل يسوع. ومن بيت لحم مدينة الميلاد رسالة لجميع العالم بأن يسوع له المجد آت. فاحتفلت مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، وذلك في ساحة كنيسة المهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية ممثلا عن رئيس محمود عباس، وبحضور المطارنة وحشد كبير من الكهنة من مختلف الرعاية والوزراء ورؤساء البلديات والمحافظ وممثلي المؤسسات وعدد من المسؤولين في المحافظة والمحافظات الأخرى. حتما سيرى شعبنا الفرح وسيرى شعبنا النور إن شاء الله. كل عام أنتم بخير جميعا، نتمنى السعادة، وهذه رسالة سلام ومحبة ليس فقط للشعب الفلسطيني ولكن للبشرية جمعاء. نريد لأرض السلام أن تكون فعلا يعم فيها السلام، وأن نعمل جميعا وموحدين من أجل أن يدب السلام، من أجل إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لينعم بدولة مستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. ونرى هذا الظلم وهذا الألم الذي ألحق بشعبنا ينتهي once and for all، مرة وبلا رجعة. أولا يعني كل عام والجميع بخير، أهل فلسطين بخير، وخاصة بعد هذه الجائحة اللي نحن كلنا العالم وفلسطين وبيت لحم مدينة الميلاد والسلام بتمر فيها ولا زالت، ولكن إن شاء الله بمراحلها النهائية. نحن متأملين بهذه الاحتفالات التي تتم تحت رعاية السيد الرئيس وأهل بيت لحم وجماهيرها والضيوف الكرام اللي قادمين من سفراء ومن وزراء ومن جماهير شعبية من الداخل، حتى من الناصرة وحيفا ولد وغيرها، يساعدوا في يعني إيجاد جو إيجابي وممتاز في هذه الظروف، على أن تعود البهجة والفرح رغم الجائحة ورغم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وبقائه على صدورنا إلى 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 وجوه أطفالنا، ويرجع الاقتصاد من جديد بوضع أحسن، وإن شاء الله أعياد كريمة وكل عام وأنتم بخير. يعني اليوم عيد إضاءة الشجرة في بيت لحم، هو عيد لكل بيت لحم، يوم مميز زي ما انتم شايفين. الاف من الـ للاسف المحليين، كان دايما السياحه بتكون موجوده دايما، الحجاج والزوار والسياح، ولكن اليوم كله المحليين الموجودين هون. نتمنى ان يكون العام القادم احسن وتنتهي هذه جائحه كورونا وترجع الحياه لطبيعتها، ويرجع العالم ويرجع الزوار ويرجع الحجاج يزوروا مدينة بيت لحم، لأن بعتقد أكبر مدينة اتضررت في العالم هي مدينة بيت لحم لأنها معتمدة كليا على السياح. كما وعجت ساحة المهد بالآلاف من الحجاج المحتفلين المحليين الذين شاركوا بالاحتفال بإضاءة الشجرة. تخلل الاحتفال كلمات ترحيبية وكلمة دكتور رئيس الوزراء ورئيس البلدية وفقرات متنوعة وأوبريت قصة الميلاد وتراتيل ميلادية وعروض أخرى متنوعة نالت إعجاب الحضور. وبعد مباركة الشجرة من قبل الكهنة أضيئت الشجرة الميلادية،
وأطلقت الألعاب النارية في سماء مهد المسيح وسط فرحة بالاستعداد لاستقبال الطفل يسوع. بالفعل شعور كتير حلو، كتير رائع أن نتواجد هون اليوم في إضاءة الشجرة، المحل المليان بالعالم العربي المزبوط، الأجانب اللي جايين يحتفلوا معنا، خاصة بعد انقطاع سنتين بالكورونا بسبب الظروف اللي حكمتنا فيها. نتأمل أنه سنة خير، سنة سلام، الأمان يعم على الشعب العربي كله بكل المحلات وبالعالم أجمع يا ربي. الناصري وبيت لحم كلياتنا نكون مع بعض ونرجع لبعض. نتأمل كل الخير للجميع، كل عام وأنتم بألف خير. أتقدم بالتهاني إلى جميع المسيحيين في جميع الدول العربية وخصوصا في بلدنا الحبيب لبنان وفي أرض فلسطين وجميع الأراضي المقدسة. للجميع كل عام وانتم بألف خير في كل الدول العربية ولكل المحتفلين بأعياد الميلاد المجيدة. احنا اليوم عمالنا منضيء شجرة الميلاد في مدينة بيت لحم، مدينة مهد المسيح، ونتمنى انه إضاءة الشجرة هاي تعطي أمل لكل العالم وأمل لكل دولنا العربية والمحتفلين فيها بأعياد ميلاد بعيدة عن الوباء. احنا نتمنى انه نحتفل في عيد الميلاد وقد انتهى هذا الوباء من كل دول العالم، وأيضا نتمنى كفلسطينيين أنه ينتهي الوباء وينتهي الاحتلال في أقرب فرصة ممكنة. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.